عن الطرف الثاني بقى. ما هو احنا اللي هنتكلم على حقوق الطرفين تمام عشان نكون موحدين. الو ايوه استاذنك معانا مكالمه. تمام اتفضل. الاستاذ يوسف اغا من الغربيه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس ابراهيم اهلا وسهلا. حضرتك انا واحد من الناس المتضرره من قانون الرؤيه. تمام تمام. انا كأب تزوجت ماشي مهندس راجل تخرجت مهندس زي اي شاب تخرجت اتجوزت عشان ابني بيت واستقر. حصل انفصال ده قدر ونصيب مكتوب ده مفيش مفر منه. طيب انا ليا طفل تمام سلكت كل الطرق الشرعيه والغير شرعيه يعني مشيت في طريق القانوني خدت حكم بالرؤيه حكم ان انا اشوف ابني في النادي في مركز الشباب من الساعه 2 للساعه 5. تعالى حضرتك للمهازل اللي بتحصل. انا ابني عشان اشوفه بروح يوم الجمعه انتظر من الساعه 2 لحد الساعه 5 الا ربع على ما الهاني تجيب ابني الساعه 5 الا ربع تخبيهولي تحت النقاب او تحت الخمار وتقول لي حضرتك مسموح ليك الرؤيه فقط. يعني الابن قدام اهو اتفضل شوفه شوف ايده تشوف رجله شفت وشه ما بتقربش ما بتقربش حضرتك من الولد. ما حضرتك ممنوع ان انا المس الولد. بتقول لي حضرتك انت ليك في القانون بيقول لك رؤيه يعني تشوفه وانت قاعد بعيد. يعني كده الولد مش عارف شكلك. ما هوش عارفني الولد طفل. بمره من المرات انا دخلت لقيت ابني في حديقه النادي بيلعب بكوره شلته وحضنته. الطفل طبيعي ان هو لما يشوف حد غريب بيعيط اكيد. انا شلت الطفل وحضنته حمايه السابق ربنا يعني يعامله بما يستحق جاء اخذ الولد بدون من حضني بدون تجريح يا استاذ يوسف بعد اذنك. اتفضل. بقول لك بدون تجريح بعد اذنك. بدون تجريح انا بقول ربنا عامله بما يستحق يعني انا ما جرحتش. جاء اخذ الطفل من حضني وعمل معايا مشكله وعلى اثرها عليه حكم بالسجن اسبوع. ده يعني الحكم عليه ده حكم قانوني لان هو دخل جاب ازاز وبنور وعورني وضربني. بيقول لحضرتك ليك رؤيه ممنوع انك تشيله او تحضنه. كل ده قدام الطفل. كل ده قدام الطفل. ده الطفل عنده كام سنه يا استاذ يوسف؟ نفسيا اجيال معقده اجيال جيل مش هيقدم على الزواج مش عايز يتجوز. اقول لك هتجوز ليه وانا ابن حضرتك عنده كام سنه يا استاذ يوسف؟ انا ابني عنده 4 سنين ممنوع محروم من وجودي بقى له 4 سنين بالظبط. انا ما بشوفش ابني بقى له 4 سنين. طب الوضع القانوني بتاعك ايه؟ انا الوضع القانوني مشيت فيه. ما هو القانون حضرتك بيقول لك شوف ليك حق رؤيه خدت حق رؤيه رحت المركز الشباب يوم يجي وتلات وعشر ايام ما يجيش 10 جمعة ما يجيش ويوم ما يجي يقول لك حضرتك ليك رؤيه شوفوا اهو طفل قدامك اهو. والله انا بدعي لك يا استاذ يوسف ان يعني المشكله بتاعتك تتحل وتشوف ابنك. والله سلكت وسبت الطرق الشرعيه سبت الطرق القانونيه ومشيت للجلسات العرفيه وبعت شيوخ ازهر وبعت شيوخ من الـ من الـ من المساجد. قال لهم مش هيشوف ابنه ملوش ابن عندنا. طيب انا هستاذن حضرتك بس عشان في مداخلات كتير والله يا استاذ يوسف وانا بدعي لك ان انت ترجع لابنك ان شاء الله تاني باذن الله. سياده المستشار دي طبعا احنا اتكلمنا عن المشكله دي وقلنا في البدايه ان دايما بعد الانفصال بين الزوجين بتكون في حاله عداء وكراهيه يعني من ناحيه الزوجه بصفه طبيعيه ناحيه الزوج ان هو انفصل عن الحياه عنها. طيب احنا كده عندنا يعني اللي بيشيل مين المتضرر دلوقتي؟ اللي بيشيل بقى الضريبه بتاع الكلام ده واللي بيتحمل عبء الكلام ده كله هو الطفل. لذلك احنا بنقول دايما في تنفيذ حكم الرؤيه محتاج الى تشريع تنظيمي لعمليه الرؤيه زي ما الاستاذ يوسف بيقول دلوقتي. الاستاذ يوسف بيقول لك ان انا بشوفه ممنوع المسه ممنوع العب معاه ده بيشوفه من تحت اخبار النقاب يعني طريقه التنفيذ حكم الرؤيه غلط. فالنهارده ان حكم الرؤيه المفروض لما بينفذ في نادي او في المكان المخصص ليه المفروض يبقى له ضوابط. الضوابط دي القانون مش محددها. القانون حدد ان هو بيشاف في نادي بيروح او مؤسسه اجتماعيه او المكان اللي هو محدد فيه للرؤيه. هو في وجود حد من المركز الشباب او النادي في وجود اخصائي اجتماعي او الموظف المختص بالكلام ده في حد ذاته هو في علاج للخشونه ولازم العيان يفرق ما بين علاج الام الخشونه وعلاج خشونه الركبه. خشونه الركبتين ده مرض هيحصل ده زي الشعر الابيض اللي بيحصل لاي حد فينا. تقدم في السن اصابه قديمه
وزن زائد ما قدرناش ان احنا نعالجه كويس، فابتدى يطور لي فيه خشونة الركبة او خشونة مفصل الحوض او خشونة المفاصل عمدا، ابتدى يتآكل السطح الأملس فبدأ يحصل ألام لهذا المريض. المريض بيبتدي يشتكي ممكن ألام من العضلات، ألام من الأربطة، ألام من المفصل نفسه داخليا من مستقبلات الألام اللي داخل الركبة، او من ألام من المشي نفسه من الحركة ما يقدرش يمارس حياته ما يقدرش. هل في علاج لده؟ نعم، تخصص علاج الألم أوجد حل لمرضى الخشونة ومرضى خشونة المفاصل عامة، سواء كان بتدخلات محدودة بتتم، وكلما دخلنا بدري كلما قدرنا ناخد نتيجة أفضل. وقدرنا علاج الخشونة أو علاج ألام الخشونة بيختلف، ممكن حقن أعصاب طرفية، حقن مواد علاجية للمفاصل أو للأربطة أو للأنسجة أو للعضلات نفسها، أو يتم حقن البلازما الغنية المنشطة لعلاج الخشونة وتعويض السائل الزلالي اللي بجوه الركبة، فبالتالي نقدر ناخد نتيجة في تخفيف الألام وتخفيف الاحتكاك، فبالتالي نوجد ده بالضبط. بمثلها كأننا بنعمل تجميل زي تجميل اللي بيحصل في البشرة، احنا بنعمله داخل الركبة، فبالتالي درجة الخشونة هتقل شوية، فبالتالي الألام هتختفي وهنعالج الألم. فبالتالي في فرق ما بين علاج ألام الخشونة وعلاج الخشونة. نعم الخشونة نفسها ده بروسيس، حاجة طبيعية هتحصل زيها زي الشعر الأبيض، ولكن احنا ممكن نجملها وممكن نقلل من أعراضها اللي بالتالي تدينا راحة للمرضى وعلاج لألمهم، فالعيان يقدر يمارس حياته. فحاجة مهمة جدا، الحركة مهمة، الحركة هي اللي بتخلي العيان يكون الكولاجين ويكون الكارتليج فيبتدي مفصل يتحرك. المريض الخشونة اللي مش قادر يتحرك في الدرجات القوة العظمى اللي هي درجة زي الدرجة الرابعة أو الأقوى ما بيقدرش يتحرك، فبالتالي هو فاقد لجزء مهم، دخل في اكتئاب، مش قادر يمارس حياته الطبيعية، مش قادر يتحرك في أي مكان، فبالتالي حصل له دخل في سيركل كده لابد نقطعها. قلنا نقطع الألم ده نفسه، ده لوحده بيبقى علاج. فبالتالي هناك فرق، وعلاج الألم أوجد حل لعلاج آلام خشونة المفاصل عامة.